بشكركم على دعوتكم، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا ينفعنا بدم شهدائنا وصلواتهم ويدينا كلنا نصيب صالح معاهم. والحقيقة لازم تفتخروا بكنيستكم بالذات، لأنها أصبحت يعني علم من أعلام كنيستنا القبطية بعد اللي حصل فيها. فده فخر ليكم قبل أي حد، وكلنا كنا نتمنى نبقى مع الشهداء أو مطرحهم. ده أجمل إكليل الواحد يتمناه. عاوز أكلمكم في آية في إنجيل عشية النهاردة، آية سهلة أغلبنا حافظها بس محتاجين نراجعها، بالذات وإحنا داخلين على عمر جديد أو سنة جديدة لو سمح ربنا. بتقول: إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه. عاوز أكلمكم عن إنكار النفس، لأن إنكار النفس فضيلة أساسية، ومن غيرها ما فيش دخول للسماء. مش هينفع الواحد يوصل للسماء وهو نفسه غالية عليه، وبالتالي احنا بنبقى مهددين طول ما احنا مركزين في نفسنا. وانا واقف في الهيكل بفكر في الموضوع، شفت أيقونة جميلة عندكم جوه لابونا ابراهيم بيذبح اسحاق والملاك بيمنعه. ابونا ابراهيم عنده انكار نفس واسحاق عنده انكار نفس. ليه؟ ابونا ابراهيم كأب هو فيه اغلى من اسحاق عنده، ده هو يتمنى يفدي اسحاق بعمره. انما لما ربنا يقول له خد ابنك وحيدك اللي بتحبه وقدمه لي محرقة، من انكار النفس انه يقول له ايه؟ حاضر يا رب، اللي تؤمر بي يا رب، انا ملياش طلب، اللي تقوله هعمله، انا ما اقدرش اقول لك انا عاوز ايه، انت قول لي يا رب انت عاوز ايه وانا اقول حاضر. هل كان سهل على ابونا ابراهيم يرفع السكين على ابنه؟ اكيد مش ممكن سهل. لكن ده مثل جميل لانكار النفس. واحد بينكر قلبه وبينكر مشاعره كأب وبينكر احتياجه النفسي لابنه وبينكر 100 سنة انتظار لابنه وبينكر مستقبله من غير ابنه وبينكر ده كله وبيشطب عليه ويقول له لتكن مشيئتك، ده انكار النفس. في نفس اللحظة إسحاق عنده إنكار نفس. ليه؟ أبوه عجوز على فكرة، وإسحاق شاب، وإسحاق فهم لما بيقول له اطلع على المذبح وامسك معايا ويلا نربط. إسحاق فهم، فهم إيه؟ فهم إن هو الذبيحة. ويبص غالبا في عينين أبوه عاوز يقول له معقول أنت هتقدر تعمل كده؟ هتقدر تذبحني؟ لكن مش هنطق ومش هعترض ومش هتكلم وملياش طلب خالص. انت علمتني يا ابويا يعني ايه انسى نفسي مع ربنا وانسى نفسي معاك، فانا كمان عندي انكار نفس، يلا اذبحني ربنا هكون فرحان. فاسحاق اللي مربوط على المذبح بارادته هو ايضا مثل رائع لانكار النفس. وعشان كده احنا بنفتخر بأبائنا البطاركة ونقول له من أجل ايه؟ من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك. إنكار النفس ضرورة لدخول السماء. فعاوز أكلمكم في نقطتين: لو اتعلمنا إنكار النفس حياتنا هيبقى شكلها ايه؟ وإزاي نتعلم إنكار النفس؟ أول بركة الواحد هياخدها لو تعلم انكار النفس انه هيعيش مرتاح. مرتاح ازاي؟ ده انكار النفس ده بهدل. لا، مرتاح نفسيا. ليه؟ صدقوني اللي تعبنا كلنا نفسيا نفسنا، عشان نفسي بتقول لي لازم تعمل ما بيتعملش، لازم يمجدوك ما بيمجدوش، يسمعوا كلامك ما بيسمعوش، انت عاوز، انت زعلان، انت طول ما نفسك شغلاك انت نفسيتك تعبانة.
وده نفس المعنى اللي قاله ربنا يسوع في متى 11 لما قال ايه: تعلموا مني لاني وديع وايه متواضع القلب، في لغة الاباء انكار النفس. تواضع وانكار النفس دول توأم، يعني نفس المعنى تقريبا. بعدها يقول فتجدوا راحة لنفوسكم. كل واحد عنده زعل وعنده ضيق ومتغاظ وعنده تذمر ومش قابل حاله والدنيا ملهاش طعم، ده معناه حاجة واحدة، ان انت مشغول بنفسك زيادة وده اللي تعبك، وبالتالي مش قابل حالك، نفسك في حاجة مش طايلها، زعلان ان الناس مش مقدراك، مهموم بنفسك. فأول بركة الواحد هياخدها لو تعلم انكار النفس هيرتاح نفسيا. اللي ناسي نفسه مريح نفسه، واللي مركز في نفسه تاعب نفسه، وده تقريبا أغلب الناس. أغلب الناس تعبانة ومش لاقية راحة لأن إيه؟ نفسها شغلاها، مش عارفين يعملوا اللي قاله ربنا يسوع. اللي عاوز يمشي وراه يعمل إيه؟ ينكر نفسه، ينكر نفسه كأنها مش موجودة، كأنها مش موجودة. ترجمة للمعنى ده قاله القديس بولس وهو بيوعظ للكهنة، قال لهم ليست نفسي ايه، من فاكر، ثمينة عندي، لست احتسب لشيء، ولا نفسي ثمينة عندي. يعني ايه؟ هيعذبوك يعذبوك، هيموتوك يموتون، هيكرموك يكرمون، هتنام ننام، مش هتنام مش مهم ننام، ايه ما فيش حاجة فرقة، ما هي نفسي مش غالية علي، نفسي مش غالية علي، مش فرقة معاي. امال ايه اللي فارق معاك؟ فارق معايا ربنا، بحبه، عاوزه فرحان، عاوز ارضيه. فارق معايا ولاد ربنا، ناس ربنا، شعب ربنا، وكل البشر ولاده. اللي عنده انكار نفس ما بيفكرش غير في ربنا والناس. يعني ايه؟ يعني وصل للوصية الذهبية مفتاح السماء، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كايه؟ كنفسك. فهمتوا؟ يعني شطب على نفسه وحط قريبه. اللي عايش مشغول بربنا ومشغول بخدمة ربنا ناسي نفسه، أكتر واحد مرتاح نفسيا. دي أول بركة. وبما أنكم شكلكم تعبانين نفسيا، خلونا نقول يا رب علمنا ننكر نفسنا عشان نرتاح نفسيا، لأن ده اللي تعبنا. تاني بركة، لما الواحد ينكر نفسه يجد الوصية سهلة. الوصية تبدو صعبة، الوصية حاجات كتير بتبدو صعبة. يعني ايه صلوا بلا انقطاع؟ يعني ايه اشكروا في كل شيء؟ يعني ايه حبوا اعدائكم؟ صعبة يا رب، عاملها ازاي دي؟ دول ما يتحبوش. عارف ايه اللي مصعب المشكلة؟ نفسك، نفسك واقفة بينك وبين الوصية. لو نسيت نفسك، لو انكرت نفسك، هتلاقي الوصية زي ما قال القديس يوحنا عشان عنده انكار نفس، قال وصاياه ليست ثقيلة. ايه؟ ليست ثقيلة؟ دي تقيلة قوي. ازاي سامح عدوي ولا صليله ولا اغفر له؟ بتقول ايه؟ لا تقيلة، لا مش تقيلة، هي تقيلة للي نفسه كبيرة، لكن سهلة وخفيفة للي ناسي نفسه. عندنا مثل رائع اليومين دول نقعد نتأمل فيه ونتغزل فيه، أمنا العذراء أكتر واحدة أنكرت نفسها في التاريخ. ليه؟ ناسية روحها خالص. طب يا أمنا أنت كنت عاوزة تعيشي زي الرهبات كده، تصلي وملكيش دعوة بحد ولا حد يعرفك ولا حاجة، جالك مهمة صعبة، هتبقي أم ولا على بالك، وانت لسه صغيرة في السن، وما بيها تعولي راجل كبير عجوز زي يوسف النجار، وما بيها تعولي طفل. ايه ده؟ وهي تقول ايه؟ اللي يؤمر به ليكن ليك قولك. انا ايه؟ انا اما هو انا بتشرط؟ هو انا بطلب؟ هو انا بفكر انا عاوزة ايه؟ انا بفكرش في الحاجات، انا بفكر في حاجة واحدة بس، هو عاوز ايه؟ عشان كده امنا اليصابات قالت لها حكمه جميله قوي، قالت لها طوبى ها
للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يا بختك لأنك لغيتي نفسك خالص وعشتي بالضبط زي ما هو عاوز. يقول لك يلا مصر، يلا مصر، يلا بهدلة بهدلة بهدلة. يجوز في نفسك سيف اللي تشوفه، هتعيشي فقيرة غلبانة بركة، هيطلع عليك كلام وحش كله حلو. ايه ده بقى؟ من اراد ان يأتي ورائي ها فلينكر نفسه. ومن العذرة دي يعني ايقونة لينا في انكار النفس. فتاني بركة او تاني حاجة جميلة في انكار النفس، انكار النفس يجعل كل وصايا المسيح تبدو سهلة. حتى لو قال لك صلي لعدوك، حاضر يا رب، حبه، حاضر، عشان خاطرك ادي الخد التاني، الخد التاني والتالت زي ما تشوف، سيب كل حاجة، نسيب. تبدو الوصية ثقيلة للنفس الكبيرة، وتبدو الوصايا سهلة لكل من أنكر نفسه. ثالث بركة، إنكار النفس يجعل الإنسان ينقاد بروح الله. يعني إيه الحتة دي؟ القداسة في تعبير القديسين هي القيادة بروح الله. يعني إيه واحد قديس؟ إحنا عندنا القديسين أشكال والوان، قديسين سواح، قديسين شهداء، قديسين بطاركة، قديسين أساقفة، قديسين كاريزين، ما فيش واحد زي التاني. إيه العنصر المشترك اللي مخليهم كلهم اسمهم قديسين؟ هي حاجة واحدة بس، عاشوا منقادين بروح الله. طب هو احنا ليه مش منقادين بروح الله؟ ما احنا فينا روح الله برضو من ساعة الميرون يعني. لا، ما احنا فينا روح الله بس احنا مش منقادين بروح الله. انا منقاد بعقلي، انا منقاد بقلبي، انا منقاد بمزاجي، انا منقاد بالسياسة، انا منقاد بالاخبار، انا منقاد بكلام الناس، انا منقاد بالكرامة، انا منقاد بالاكل والشرب. فلا، انا مش منقاد بالروح القدس. امتى الواحد يعرف ينقاد بروح الله؟ لما يذبح نفسه، لما ينكر نفسه، لما يشطب على نفسه، لما ينسى نفسه خالص. يفضل ايه جوه؟ روح الله. روح الله يملاه ويسوقه بس، خلاص. يا بختك، لو ساءك روح الله في مراع خضر يربضني، تلاقي الحياة اختلفت خالص، تلاقي نفسك فرحان طول الوقت، تلاقي نفسك شبعان على طول، تلاقي نفسك طاير، تلاقي نفسك الدنيا دي رخيصة قوي، تلاقي السماء قريبة جدا، تلاقيك مصاحب الملائكة والقديسين. ايه ده كل العز ده؟ يجي لما الروح القدس يسوقك، يقودك. طب وده يجي ازاي ده؟ ده لما تشطب على نفسك. ودي المشكلة بقى، انا مش عارف اشطب على نفسك، نفسي كبيرة، نفسي شغلاني، نفسي بتزن جوايا، نفسي طلباتها كتير، نفسي تعباني. وما أكثر ما الناس تيجي تقول أنا تعبان من نفسي، أنا تعبان من دماغي، مش كده؟ مش انتوا بتقولوا كده؟ أيوة، هو ده اللي تعبنا على فكرة. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول على فكرة ما فيش حاجة بتتعب البني آدم إلا اللي جواه، ما فيش حاجة تغلبك ولا تأذيك إن لم تؤذي أنت نفسك بنفسك. واحد زي بولس يبقى مرمي في سجن، سجن؟ ده في زمان كان غني وكان ابن ناس وكان وكان وكان، إيه اللي جبره على الغلب ده؟ طب يا بولس في السجن عامل إيه؟ مبسوط قوي. إيه ده، مش طبيعي ده ولا إيه؟ ليه مبسوط؟ قال افرحوا في الرب كل حاجة، من جوه السجن بيقول كده، وبيقول ما تخافوش علي، ده أنا أموري ماشية زي الفل. إيه اللي بتقوله ده؟ أصل واحد ناسي نفسه. فلأنه ناسي نفسه منقاد بروح الله، من نفس السجن يقول ده أنا بحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح، وبصلي لكم من قلبي عشان ربنا يملاكوا بالروح. أنت في إيه ولا في إيه؟ ده في حكم إعدام مستنيك، ده في ظلم على رقابتك، ده سجن بشع غير السجون حتى بتاعت النهاردة، ولا حاسس بحاجة. ليه؟ ليست نفسي سمينة عندي، وأنا مفكرش في نفسي. يبقى بركة من بركات إنكار النفس إن الواحد يرتاح نفسيا، وبركة تاني إن الواحد يسهل عليه تبعية المسيح.
يسهل عليه طاعة الوصي. بركة ثالثة ينقاد بروح الله، وقلنا هي دي القداسة. بركة أخرى من إنكار النفس، الشخص اللي بينكر نفسه يبان عليه المسيح. المسيح يا أحبائي مستخبي فينا من ساعة ما تعمدنا وخدنا الميرون. إحنا المسيح فينا بروحه، ده تعليم كنيستنا. المسيح فينا أحيا لا أنا بل المسيح إيه يحيا فيا. هما اللي مش باين ليه؟ المسيح ما بيكشر، مكشرين ليه؟ المسيح ما بيتضايقش، متضايقين ليه؟ المسيح ما بيشتهيش الأكل والشرب، بتشتهوا ليه؟ يبقى المسيح مش باين. مش باين ليه؟ عشان نفسي، نفسي كبيرة، نفسي واخدة دماغي وعقلي وقلبي. فالمسيح منكمش له المجد. يعني واحد زي يوحنا المعمدان اهو، ده برضو مثل تاني لإنكار النفس، مثل رائع. كان شعاره ايه؟ يجوا يقولوا له يغزوه، ما اللي عنده نفس كبيرة ده يتغز بالساهل، يغير. فقالوا له على فكرة اللي انت عمته الناس كلها مشيت وراه، طلعت انت غشيم، سابوك وراح وراه. بيغزوه شغل بقى ايه البشر العادي. يوصلهم كده ومش فاهم، بتقوله ايه؟ انا مبسوط جدا بالخبر ده. مبسوط ايه؟ بقول لك شعبيتك راحت ليه. انما يوحنا يقول لهم ينبغي ان ذاك يزيد واني انا، ادي النفس اهي، ادي النفس، انا انقص، انا خلاص، انا بخلص رسالتي، انا بختفي، انا فرحتي لما تقولوا لي الناس كلها نسيتك وحبت المسيح، انا سعادتي لما يقولوا لي انت تلغيت ومش فاضل غير ربنا. انا عايش عشان اوصل لكده، انا بحبه مش بحب نفسي، انا عاوزه هو يكبر وانا اصغر، عاوز الناس كلها تعرفه وتنساني. عشان كده يوحنا المسيح قال عليه ايه؟ قال اعظم من نبي. ايه يعني ده ما عملش ولا معجزة؟ يعني ده في انبياء عملوا معجزات كتير، ده اعظم من نبي. ليه؟ اصله اكتر واحد عرف ينكر نفسه بعد العذراء، وده اللي بترتيبه في الطقس عندنا. ان اراد احد ان يتبعني فلينكر نفسه. يجي السؤال الثاني والاخير، انكر نفسي ازاي؟ اعمل ايه عشان اوصل للمعنى ده؟ يعني ايه الواحد ينكر نفسه؟ اول خطوة في انكار النفس هو ان الواحد يوقف دماغه. يعني ايه يوقف دماغه دي؟ صدقوني لو الواحد فينا راقب دماغه هتبقى فضيحة. هيكتشف انه 90% او 99% بيفكر في نفسه، فيلاقي ان اللي بيقوله ربنا يسوع ده بعيد قوي عن الحقيقة. حتى الخدام فينا ساعات بنفكر في اللي احنا عاوزينه برضه، حتى يبقى الواحد بيخدم وبرضه نفسه كبيرة عنده. فأول حاجة راقب دماغك، وقفها. ليه تفكر في نفسك؟ ليه تفكر عاوز ايه؟ ليه تفكر بيقولوا عليك ايه؟ ليه تفكر انت كبير ولا صغير؟ انت لمؤاخذة ولا حاجة، انت لا كبير ولا صغير، انت احسن تنسى نفسك. والشيطان يلعبنا بالحتة دي، يا يكبرك يجيب لك كبرياء، يا يصغرك يجيب لك صغر نفس. والسكتين اسمها ايه؟ محبوس في نفسك، عكس انكار النفس. فاللي عنده صغر نفس تعبان لانه مشغول على نفسه وبيتحصر عليه، واللي عنده كبر نفس تعبان لانه مشغول على نفسه وشايفها كبيرة، واللي عنده انكار نفس مرتاح مش شايفها خالص، لا شايفها كبيرة ولا شايفها صغيرة، ناسيها مش فارقة معاه. ده فعلا اللي بيعرف يعيش. فمدخل الحتة دي الدماغ. تعالوا نراقب أفكارنا كده مع السنة الجديدة، وإيه وامسك على نفسك، اقفش نفسك، قول الله أنا زعلان ليه؟ أصلي زعلان على نفسي بس، خلاص هي بانت، ما عندكش إنكار نفس. لو عندك إنكار نفس مش هتزعل على نفسك، هتنسى. أنا متضايق عشان ما سألوش عليا، ما هي دي نفسك برضه، مش هتتضايق. بولس لما ما وقفوش معاه قال لا يحسب عليهم،
ايه بالبساطة دي؟ ما زعلتش ابن عيالك، ما سألوش عليك وانت بتتحاكم؟ لا لا، الرب وقف معي وقواني، ما بحسبش على حد حاجة، ما بزعلش. ما بتزعلش زي البشر؟ لا ما بزعلش. ليه؟ عشان ليست نفسي ثمينة عندي، نفسي مش غالي علي، مش فارق. فمدخل انكار النفس اولا ضبط الفكر، ده تعبير الاباء. ضبط الفكر يعني ايه؟ دماغك اللي بتسرح في نفسك كتير دي معناها انك انت متعطل عن تبعية ربنا، انت مش عارف تبقى مسيحي، مش عارف، بتقول الوصية تقيلة، مش عارف افرح، مش عارف ارتاح، مش عارف احب الناس، كل ده لانه نفسك وقفالك. وعلى فكرة أساعدك بفكرة تاني، الآباء علمونا كده، هو أنت ناسي أنك هتمشي بعد شوية وكل الناس هتنساك؟ مش دي يمكن تساعدك شوية؟ أديكم مثل على واحد محبوس في نفسه، اتقال عليه كلمة صعبة، يا رب استر ما تتقالش على حد فينا. واحد غني قعد يقول في باله إيه؟ يا نفسي، ها شوفوا الدلع بقى، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، فكلي يا نفسي واشربي يا نفسي وافرحي يا نفسي واستريحي يا نفسي. قال الصوت يقول له يا غبي، هذه الليلة ايه تؤخذ نفسك؟ هتقول نفسي 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 نفسي، طب هات. اقول اغلب البشر كده على فكرة، اغلب البشر بيكلموا نفسهم على نفسهم، فتعبانين مش عارفين يعيش. وأخطيط بتعبير الكتاب أغبياء. ليه أغبياء؟ عشان ما عرفوش ينسوا نفسهم. صدقوني لو نسينا نفسنا نرجع زي العيال الصغير، وده اللي قاله المسيح. الطفل الصغير بينسى نفسه، يقول لك ده نسي نفسه، ده ماشي عريان، ده نسي نفسه، ده بيلعب، ده نسي الأكل، ده هو بينسى نفسه. يا بخته عارف ينسى نفسه، بس أنا مش بعرف أنسى نفسي، فانا يزعل يوحش وقلقي كبير لاني مش عارف انسى نفسي. اولا ضبط الفكر. تاني حاجة تخلي الواحد ينكر نفسه الطاعة. ليه؟ قانون الطاعة او مفهوم الطاعة عموما معناه ايه؟ معناه رفضت اسمع نفسي وسمعت حد تاني برايا. طبعا المقصود بيه ربنا، ربنا واللي بعتهم ربنا. عشان واحد يقوليش ايه؟ ما انا بسمع ربنا. لا استنى، وابونا ما ده وكيل ربنا، والكنيسة ما دي عروسة ربنا، ومراتك ما دي بنت ربنا، وزميلك ما دول برضو ولاد ربنا. لا، ده انت تطيع كله الا نفسك عشان تخلص منها. تمشي تقول حاضر، حاضر يا رب، حاضر يا ابونا، حاضر يا ست، حاضر، تفضل تقول كده عشان تخلص من سلطان النفس. في تعبير للقديس يوحنا الدرجي يقول ايه؟ اذبح كبرياءك بسكين الطاعة. لما تقول حاضر تدخل على انكار نفس. ابونا ابراهيم قال حاضر يا رب، انكار نفس. اسحاق قال لابوه حاضر يا ابوي، انكار نفس. عظماء، الطلب كان صعب جدا لكن بيقولوا حاضر. احنا بقى جيل مقاوح داخلين على جيل الحمد لله. حاضر دي كأنها يعني بتشكشكهم، ما عرفوش يقولوها ابدا، تطلع صعبة جدا. طب ليه؟ انتوا عارفين منهج الرهبان الاساسي، لان الرهبان فاهمين اللي عاوز يمشي وراي اول حاجة ينكر نفسه. اول كلمة الراهب ياخد فيها 6 أشهر، ياخد فيها سنة، كلمة حاضر. لو حد قال له حاجة والراهب من دول قال طب بعدين، يجددوا له 6 أشهر. لو اعترض، لو فكر بس يقاوح، لم يترهبنش لسه، لغاية ما ايه؟ ما يعرفش يقول غير حاضر، كله حاضر كده، ينفع يمشي كده، ينفع يدخل في زي اللي هيشيله الصليب. هو بعد كده يقول ايه؟ ينكر نفسه ايه؟ ويحمل صليبه، ده الموت الاختياري. يبقى الطاعة طريق اخر لانكار النفس.
واضحة طبعا في أمنا العذراء، واضحة في يوحنا المعمدان، واضحة حتى في ربنا يسوع له المجد. ربنا يسوع يقول إيه؟ يقال عليه إيه؟ مع كونه ابنا تعلم الطاعة. هنا ابنا معناها بين قوسين، يعني مساوي للأب في الجوهر، واحد مع أبيه في الجوهر، يعني يطاع ولا يطيع. ده هو ربنا. لا، مع كونه ابنا تعلم الطاعة، يعني المسيح خد شكل الابن المطيع. يقول في إنجيل يوحنا: كما أوصاني أبي هكذا أفعل. يا رب، ده كل خلائق التاريخ والدنيا بتقول لك حاضر. أنت تقول حاضر إزاي؟ قال: ما أنا بعلمكم بقى، ما أنا جيت أفهمكم يعني إيه إنكار نفس، يعني إيه تنسوا نفسكم. وليلة صليبه يوريها لنا بطريقة تانية، يقول له: إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن إيه؟ مش اللي أقوله أنا اللي تقوله أنت. طب ما إحنا فاهمين يا رب، أنت والأب واحد. أيوة، ما أنا بعلمكم، ما تفهموا يعني إيه إنكار نفس، يعني تنكر حتى رغبتك، تنكر إرادتك، تنكر كل حاجة في نفسك، تقول حاضر، حاضر حتى الدم، حاضر حتى الصليب، حاضر حتى التعب والذل والإهانة والمرض والتجارب والموت، حاضر. اللي يعرف يقول حاضر يدخل على إنكار النفس ويتمتع باللي قلناه في الأول، يرتاح نفسيا، يمتلئ بالروح القدس، يجد الوصية سهلة، كل حاجة تبقى بعد كده سهلة خالص. يبقى أول طريق لإنكار النفس ضبط الفكر، أضبط دماغك عن التفكير في نفسك. 2، اتعلم تقول حاضر. 3، عشان تنكر نفسك انشغل بغيرك. سهلة دي. الحب، المحبة هي العلاج الجذري للموضوع ده. ليه؟ لما الواحد بيحب حد قوي بينسى نفسه من غير ما ياخد باله. الأم اللي بتحب أولادها يكون عيل تعبان تلاقيها نسيت تاكل، نسيت تنام. إيه اللي حصل؟ نسيت نفسها. ليه؟ أصل حب. لو عرفنا نحب الناس زي ما ربنا بيحبنا أو زي ما ربنا عاوزنا نحب الناس، هننكر نفسنا. يبقى كل وصايا المحبة وكل تداريب المحبة تدخل في الحتة دي. وعشان كده يا ريت كلكم تخدموا. ليه؟ لأنك أنت لما تقول لي بخدم بيتي أقول لك لسه، ما هو بيتك حتة من نفسك، ما هو عيالك حتة منك، ما أنت بتحب نفسك في عيالك وبتحب نفسك في بيتك. لا لا، اطلع بره الدايرة دي خالص. اخدم الغريب، اخدم الفقير، اخدم المريض، اخدم المسن، اخدم حد براك، وعيش همه مش همك، عيش تجربته مش تجربتك، انسى نفسك معاه، تلاقي نفسك فقت. ما احنا اتفقنا انكار الناس النفس اول بركة، ترتاح نفسيا، فتلاقي الوجع اللي فيك راح. راح ليه؟ لانك نسيت نفسك، كأنك مش موجود. فحتى وجعك ابتدى يختفي. بيختفي ازاي؟ وانت شايل وجع غيرك، وانت مهموم بهم غيرك، انت خفيت من الوجع، انت خفيت من الذات، انت خفيت من الكبرياء، انت خفيت من السجن اللي جواك، انت قربت من طعم السماء. السماء لا فيها حزن ولا فيها وجع ولا فيها دموع ولا فيها ريحة الموت ولا فيها خطية، وما فيش حد في السماء عنده ذات، مفيش حد في السماء بيفكر في نفسه. السماء حالة حب، حالة حب لله، كل الناس ناس روحها في ربنا، وحالة حب لبعض. لكن يعرف حد في السماء يقول أنا دي خلاص راحت عليها بتاعت الدنيا دي. لكن محدش في السماء يفكر في نفسه خالص. فكأن الواحد لو دخل على سكة إنكار نفس يقرب من طعم السماء. ده اللي قاله المسيح: ها ملكوت الله فين؟ داخلكم. يعني تقدروا تدوقوا السماء دلوقتي، تقدروا تستطعموا طعم الأبدية من دلوقتي. إمتى؟ لما تنسى نفسك خالص وتهيم في حب الله
وتهين في حب الناس، تلاقي نفسك مش فعلا مختلف، متحرر وفرحان طول الوقت وسعيد وعندك سلام. يبقى قلنا عشان الواحد ينكر نفسه يضبط فكره، يقول حاضر، يعمل ايه؟ يشيل هم غيره أو يحب الآخرين. طريق آخر لإنكار النفس هو الشكر المستمر. طب إيه العلاقة؟ تصوروا كلمة أشكرك يا رب تدخل السماء، بس ما تقولهاش مرة، قولها على طول. تدخل السماء ليه؟ تدخل السماء أصل طول ما أنا بقول له أشكرك يا رب يبقى أنا مركز في ربنا وشايف فضله عليا وقابل من إيده كل حاجة، وبالتالي أنا ناسي نفسي. إيه اللي بيوقف كلمة أشكرك؟ إن أنا متضايق، أنا مش راضي، أنا مش عاجبني أنا. إيه اللي بيوقف كلمة أشكرك؟ إني مشغول بطلباتي ورغباتي، يبقى أنا برضو. عشان كده واحد زي القديس أثناسيوس يقول كلمة جميلة، يقول المسيحي إنسان إفخارستي. ايه انسان افخارستي؟ يعني انسان يتغذى على الافخارستيه، ياكل المن بتاعنا الجديد ويقول اشكرك يا رب طول الوقت. بس خلاص، دي ايقونه المسيحي البسيط. مش لازم يبشر، يمكن ما يعرفش، مش لازم يعمل معجزات، ما تفرقش غني ولا فقير، بيقرا ولا ما بيقراش، انما هو في حاله مستمره من الشكر، عايز بيقول اشكرك يا رب. كلمة أشكرك يا رب معناها أنت مهم أنا مش مهم، أنت موجود أنا كأني مش موجود، أنت اللي يليق بيك الكرامة والمجد والعزة تسبيحة السماء، أنا لا يليق بي شيء، أنا كأني مش موجود. فأحد تداريب إنكار النفس أن تكثر من الشكر. أظن ده مش صعب، كلمة أشكرك يا رب ما تكلفش كتير، بس خلوها مع النفس. يعني ايه؟ مش كفاية تشكر مرة في النهار، ده الكتاب بيقول اشكره في كل شيء، حتى تاني يقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. كأن بولس كان ماشي يقول ايه؟ يا ربي يسوع المسيح اشكرك طول الوقت. اللي يعرف يعمل كده بيطلع بره نفسه، بينكر نفسه. نراجع اللي قلناه، إنكار النفس ضرورة لتبعية المسيح، مش هنبقى مسيحيين بجد إلا لو نسينا نفسنا. إنكار النفس هو الصفة الأساسية في كل الأبرار، بداية من العذراء للأنبياء للرسل للشهداء، كلهم دول عندهم إنكار نفس. إنكار النفس يخليك فرحان ومرتاح، إنكار النفس يخليك الوصية سهلة مش صعبة، إنكار النفس يخليك قديس لأنك بتنقاد بروح الله مش بنفسك. الطريق إلى إنكار النفس يبدأ بضبط الفكر، وقف دماغك. طريق آخر لإنكار النفس حاضر، حاضر على طول الخط. طريق آخر لإنكار الناس خدمة إنكار النفس خدمة الناس، حب الناس، تفكير في الناس. وآخر طريق لإنكار النفس انك تكثر من كلمة اشكرك يا رب يسوع، بحيث تنسى نفسك في شكر ربنا الذي له كل مجد وكرامة الى الابد. امين. من الليل يزوك سبتريك أيوك أجيوك نفماتي كنكاي كستوسي أوناستوني أونونا من تنوشي فولم قويم موشي أوبن شو سيسوس بخريستوس بميسي أبو الخنف يوت خاقو إني أون تيرو سوت يمون أون أينان كريليسون كريليسون كيري افلوغي سونا مين اسمو ايرو اسمو